شو يعني مو أحسن ما ضل بلا مي؟ ديكور المطبخ ذوق مرتي هي اللي صممته. شفتوا المجلى كله مرمر وصينا عليه من أفيون لحتى جابه نخ بأول. شو رأيكم نشوف الطابق الثاني؟ تفضلوا. تفضلي. شو في هون يا ترى؟ هون ما في شي مدام. هذا حمام صغير خصصناه للضيوف. تفضلوا خلونا نطلع لفوق. وليش ما بدك كان يشوفه؟ في شي مشكلة؟ ريحته بتقرف كتير. يلا خلونا نطلع لفوق على الدوبليكس. تفضلوا من هذا الدرج اللي على اليسار. حياتي ليش معزبي حالك هيك؟ كانوا وصلوها الشباب على اساس ما هي مصاري ادفع لهم للشباب مشان يوصلوا لي اياها. شفتها على الطريق وحملتها معي وجبتها. مرتي هيك بتحب تمزح. هلا بيفكروك الجماعه عم تحكي عن جد زيزي. مو اليوم الصبح خبرتك؟ الجماعه جاي مشان يشوفوا البيت. اي والله جبنا عنوانكم من المكتب. لا في ريحة كتير بشعة. لا مدام هي ريحة سمن بلدي اليوم الصبح ساوينا سجق فيه مشان هيك ريحته علقت بكل البيت. لا لا هي مو ريحة سمنة، كأنه في شي وسخ، ريحة شي معفن ووسخ بالبيت. عفوا طلعي فيني شوي، على شو عم تلمحي بحكيك وشو حابة تقولي؟ شيري روقي المدام ما قصدها شي، بعدين هي من حقها تفحص البيت منيح قبل ما تشتري مشان تعرف اذا فيه مشاكل ولا لا، ما هيك؟ ليكي مدام انا ست بيتنا ضايفيه وكثير موسوسه من ناحيه الروائح لدرجه اني حاولت اكسر القفل اللي حطته الشركه على ساعه المي بس مشان نطفو. ليش حاطين قفل على الساعه؟ عليكم فواتير كمان؟ لا فواتير شو الله يسامحك. مرتي عم تمزح. انا حولت كل الفواتير على رصيدي بالبنك مشان يدفعوا دغري وصار في خربطه بالوراق. على مين عم تضحك لؤي؟ انه رصيد اللي عم تحكي عنه مو كل ارصدتك اللي بالبنك طارت؟ ليش بدك يعني اطلع كذابه قدام الناس؟ اه فهمني ليش. رح نشوف بقيه البيوت وبعدين بنقرر شو بدنا نساوي. يلا حبيبتي خلينا نمشي. لك طول بالك يا اخي، نقطع الفواتير من حق البيت يعني بس تشتري. لك هي طفشتيهم عجبك هيك؟ ها؟ الزلمه كان شره واجى لعنا هو ومرته برجليه وحضرتك طفشتيه، لك ليش هيك عم تعملي؟ وليش الخانم عم تطول لسانها وتقلي ريحه وسخ؟ يلا شيل هالمي من هون وخذها على المطبخ. اوف يلا للشوش. يا الله يلا. يا الله منك انت. منيح اللي بعتوا لنا اهلي هالزيتونات من الضيعه وقدرنا نتعشى لانه البراد عم يصفر صفر. بس هالزيتونات كتير مالحين والله نشف ريقي. وليش شربت مي اليوم؟ كتير انحسرت وبدي فوت على الحمام. انا كمان رح موت. لوين بدك تروح؟ لوين يعني بدي روح؟ ما شايفتيني بدي فوت على الحمام؟ وقف لا تفوت. كيف بدي نظف الحمام بعدين من غير شي ريحته طالعه؟ ايه شو اعمل يعني ضل هيك مثلا؟ روح على الجامع. كيف بدي روح وهلا مو وقت الصلاه؟ ما رح يسالوني ليش اجيت يعني؟ يلا لؤي. اوف منك يا الله، رايح على الجامع. استنى شوي. خير؟ ما في قسم هنيك للنسوان كمان؟ لا حياتي هالجامع ما فيه. طيب شو رح اسوي انا؟ مو حلوه ارجع لعند ياسمين مره ثانيه. طيب خلص انت روحي لعند نرمين هالمره او لعند رفيف. بتعرف ست الصحي روح لعندهم، كل ما رحت تفوت على الحمام تبعهم بضل ساعة هنيك. لك خلص حياتي لا إلك أي حجة يعني، استعيري من عندها شغلة، ما بعرف، اخترعي لك شي كذبة ودبري راسك بقى، أنا ما عاد أقدر. أه.
لوين بدي روح بهيك وقت متأخر؟ أهلاً زيزي، شو كيفك؟ مشتاقت لك حبيبتي، طمنيني أنت كيفك؟ الحمد لله أنا منيحة. كنت عم جهز لهم العشاء، تفضلي فوتي. صحيح ما في شي من واجبك بس يلا. لا حبيبتي أنا تعشيت بس بدي إياكي شوي صغيرة. خدي. يعني قلت بشوفك بتطمن عليك. أهلاً وسهلا. شو بنتك موجوعة؟ لا بنوب ماني موجوعة، بس اجيت لعندك مشان شغلة. بتذكر انه غيرتي الحمام تبعك من فترة ما هيك؟ شو هلأ لتذكرتي؟ القصة صار لها سنة. منيح انا ولؤي حابين نغير الحمام تبعنا، قلت لحالي بشوف الحمام تبعك بجوز يعجبني واعمل حمامي مثله. شو رأيك؟ مشان هيك اجيتي؟ دخيلك عادي، بتعرفيني بس يخطر لي شي بحب ساويه فورا. تفضلي فوتي وتفرجي عليه. شفت الحمام، البانيو عندك كتير ظريف وواسع بس ما كتير بيزبط مع شكل حمامي. لهيك بدي شوف كذا ديكور وبعدين بقرر. يسلموا، يلا تصبحي على خير. طيب ليش مستعجلة هيك حبيبتي؟ تعي خلينا نقعد ونحكي شوي. تفضلي اقعدي. تفضلي لهنيك. شو قاطعين عنكم المي يعني؟ معقول؟ لا مين اللي قال لك؟ ريهام شافت الموظف وهو عم بيحط القفل على ساعة المي تبعك. هو كان عم يحطها على ساعة الجيران. ايه مزبوط، انا كمان شفته وحكيت معه بس قال لي انه جارنا ما دفع الفاتورة. زيدي شو انا وحدة غريبة؟ انتي مانك مضطرة تكذبي علي ما هيك؟ ليكي انا حاسة فيكي وعرفاني انه وضعكم تعبان شوية الفترة، وصيغتك اللي عندي بعرف انك كنتي عم تاخديها مشان تبيعيها وتصرفي على البيت. يعني كلنا مرقت على راسنا هيك ظروف صعبة، عادي ما في داعي تكبري القصة كل هالقد. كيف عادي؟ ليش شو فيها؟ بعدين نحن مو رفقات؟ اصلا انا كتير تضايقت منك وقت اللي دريت، ليش خبيتي علينا وما حكيتي لنا الموضوع؟ اكيد كنت رح ساعدك. ليش عم تخبي عنا حبيبتي؟ نحن رفقات ومن واجبنا نوقف معك بهيك ظرف. وانت ليش عم تخبي علينا انه بهجت خانك وما عم تحكي لنا؟ انتي من وين عرفتي انه بهجت كان عم بيخوني؟ كل الجيران عم يحكوا بهاي السيرة، لما حكوا قدامي هرستن وقلت لهم انه بهجت انسان محترم وبيحبك ومستحيل يعمل هيك شغلة، بس ما حكيت لك مشان ما تتضايقي من القصة، وبجوز الحكي عن جد مانو صحيح وبعرف انه ما دخلني، بس قد ما خرستي الناس بدهم يضلوا عم يحكوا عليكي من وراكي. أنا متأكدة إنهم عم يحكوا عني ويألفوا 100 قصة وقصة، شي لؤي عن جد سرق هالمصاري وانحبس، وشي فلسنا وما عاد عنا شي، وشي بدنا نبيع البيت ومن هالحكي. تخيلك يصطفلوا خليهم يحكوا ليشبعوا. زيزي بس بهجت عن جد كان عم بيخوني. وبعدين ندم كتير وترجاني مشان اقبل سامحه، اعتذر مني وحلف ما يعيدها، وانا رضيت سامحه كرمال الاولاد.
برأيك أنا عن جد ما عندي كرامة؟ شو هالحكي الفاضي نيرمين؟ بالعكس أنتي ما عملتي هالشي كرماله؟ أنتي فكرتي ببيتك وولادك، بعدين مين فينا ما بيغلط؟ وليك اعتذر؟ وأي وحدة عاقلة محلك رح تتصرف مثلك؟ بس ليش ما حكيتيني القصة من الأول؟ بجوز كنا ساعدناكي، عالقليلة كنتي رح ترتاحي بس تحكي، مو أحسن ما تضلي عم تخبي جواتك وتتضايقي؟ حسيت كرامتي انجرحت، ما حبيت حدا يعرف هالشي. الله يسامحك، شو نحن غرب يعني؟ طيب وانتي ليش ما حكيتي لنا؟ ليش ما قلتي لنا ان وضعكم هيك تعبان؟ يعني انا كمان فكرت مثلك ولقيتها صعبة بين صغيرة قدام حدا. ما في هيك شي بين الاخوات. معك حق، بس انتي بتعرفي احيانا الواحد منا بيخجل. في شغلات ما بتحبي تحكيها حتى لأقرب الناس لإلك لأنك بتخجلي منهم، مزبوط؟ انتي ما حكيتي لنا انه جوزك خانك لأنك بتخجلي، وانا كنت خجلانة إلكن انه ما معي مصاري. لا، وبيقولوا لك ان الهموم بتخف اذا حكيتيها. لا يا حبيبتي لا، كل ما حكيتي بتتذكري مصيبتك وبتتضايقي اكثر. يلا انا صار لازم اقوم. زيزي انت ما خطر لك تشوفي الحمام وتشوفي الديكور تبعه؟ تعي. وانت كمان سلمي لي على بهجة كتير. الله يسلمك. نيرمين اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. معلش ما تشلحي من رجليكي، الشوفاج ما عم يشتغل. مشان ما تبردي تفضلي قعدي جنب الدفاية مشان ما تبردي. لا انا مو برداني. قعدي. ساوي لك فنجان قهوة. يسلم، بدي احكي معك شوي وروح. وينه لؤي؟ ليكو فوق. زيزي الناس لبعضها ونحن رفقات ولازم نساعد بعضنا، وانا ما بقدر ارتاح وانتي بهيك وضع لانك مثل اختي. خدي وبيعي هالاساور وادفعي كل الفواتير اللي عليكي. لا نيرمين ما بقدر، لا تحرجيني وتطلبي مني هالشي. خدي اساور. امشي واتركك هيك والا بزعل منك. خلينا نصير أقوى. بس كتير من الناس بيحبوا يتفرجوا علينا ونحن عم نضعف ونوقع، والرفقات هن اللي بيسندونا. بدي ابني اتصلوا لي فيه.
استنى شوي. استنى. شو بك خالي؟ شو صار لك؟ سامعتيني ردي علي. قولي لابني لؤي. زيزي مرته كانت تخونه. للأسف حلم سمية ما رح يتحقق لأنه الممرضة اللي حكت لها الشيء ما كانت قدرانة تسمع. شو بك خالي؟ أنا آسفة بس ما سمعتك شو حكيتي؟ وسمية ماتت بحسرتها ودفنت سرها معها. باركيلي بيبي، خلص روحي، حليت لك كل شيء. شفت كل الديانة وحكيت معهم وبدهم يسحبوا الدعاوي ويستنوا علي لبين ما يتحسن وضعي المالي. حبي مو معقول ما عم تصدق. ألف الحمد لله وأخيرا خلص الكابوس، يعني لا في حجز ولا حبس. وهلا بس بيع البيت كمان ووفي الضرائب اللي علي للمالية رح تنحل كل مشاكلنا. شو قلت شيري؟ تبيع البيت؟ وهلا قلت لي انه خلص حكيت معهم واتفقتوا؟ بيبي انا حكيت مع الديانة واتفقنا على التأجيل، بس ديون المالية لازم ادفعهم، لأنه إذا ما دفعتهم بوقتهم رح يرجعوني على الحبس. لك يا زيزي على القليلة بدهم يحبسوني شي 6 شهور. ست شهور؟ والله مو كتير بيبي. طبعا مو انت اللي رح تنحبسي، لانه انا جربتها مرة وصعبة كتير صعبة. لك كل ساعة كل دقيقة بتصير اطول من سنة كاملة، وسخ وقرف وعجقة. لك تعي سأليني الي. لك القعدة جوا مو سهلة، ما بتنطق ابدا. بس حياتي اذا حسبتها ما بتلاقيها كتير قدام بيتنا، يعني إذا ضحيت هيك تضحية صغيرة رح يضل البيت لإلنا وما رح نخسره. لك أنت لوين بدك توصلي بهالحكي؟ ما بدنا نبيع هالبيت، أصلاً مو بقيان شي غيره عنا، فكر حبيبي. والله إذا فكرت صدقني ما رح تلاقي غير هالست شهور مرقوا، بس هيك بيت حلو ما رح يصح لنا مرة تانية حبيبي. أنت عم تحكي من كل عقلك؟ يعني حضرتك ما رح تتضايقي اذا انحبست وغبت عنك 6 شهور ما هيك؟ لك مو من كم يوم قلتي لي خلص وافقت يا لؤي وخلينا نبيع البيت المهم نضل سوا؟ وقتها ما قلت لي انه كلها 6 شهور، ما كنت بعرف، فكرتك رح تنحبس شي 15 سنة. يا الله ما عم صدق، مرتي بدها ياني فوت على حبس مشان شقفت بيت، شو هالعيشة هي؟ حياتي فهم علي وفكر منيح بحكي من دون عصبية وتوتر وبعدين قرر. رجاء حبيبي، متذكر قديش دفعت وقديش صرفت لحتى زبطت هالبيت؟ شو في إذا تحملت كم شهر وطولت بالك؟ وأنا بوعدك رح زورك كل أسبوع، بوعدك، ورح أجيب لك تياب وأكلات وشو ما بدك. صدقني يا عمري صدقني، ما رح نقص عليك ولا شي وانت بالحبس. كلها كم شهر وبتطلع من الحبس وبيضل البيت لإلنا، شو فيها يعني هاي؟ اللي شو فيها؟ خلصنا بقى، قلت لك ما بقدر، مستحيل. لو شو ما صار مستحيل اقضي هنيك ساعة واحدة، فهمتي؟ ايه خلصت الصفل، خبس واعمل اللي بدك اياه. بس لمعلوماتك انا ما بسكن بحي الله بيت. شوفي انا كنت قليلي، شوفي عن جد انا انصدمت فيكي، ما كنت متوقع هالشي منك بنوب. طيب اوكي رح نجي فورا. لؤي حاجة تسني عراسي، ها قلت لك ما بقدر وخلصنا. الباقي بحياتك حبيبي. امك اتصلوا من المشفى وقالوا لي انها توفت.
وين أمي؟ وين أمي؟ امبارح المسا توفت أمه عندكم، الست سنية أرسلان، المرحومة بتكون أمه. طبعاً بعرف، البقية بحياتكم. حياتك الباقية. شو اللي صار؟ شو قصدك يعني؟ قصدي تعذبت كثير قبل ما توفى. لا ما تعذبت، المرحومة توفت وهي بالغيبوبة. انت كنتي معها شي بالغرفة؟ طبعا. ولحالك؟ يعني ما كان في دكتور؟ لا بس انا كنت. لك شو المستشفى يا الله، شو هالفوضى؟ اهدى حبيبي. يعني بجوز لو كان مع دكتور كان بيقدر يعمل لها شي ما تتوفى. بس استاذ المرحومة كان لها فترة طويلة وهي بالغيبوبة، والدكاترة امبارحة فحصوها وكان وضعها كتير طبيعي، وانا عملت كل شي بقدر عليه بس للأسف توفت. لو اي حياتي، الدكاترة من اول يوم خبرونا انه في احتمال قوي انها تموت وما تفيق من الغيبوبة ابدا. صدقني والله نحن عملنا كل شي بنقدر عليه يا استاذ. طيب وين هلا امي؟ يعني وين حاطينا يعني؟ فهميني بقى، وين الجثة يعني؟ فهميني. جثة بالبراد وغراضها بالأوضة، رح نعطي لك حدا يساعدك. ما عاد بدنا من كل شي، خلص أنا بقدر ضب غراض أمي لحالي. حبيبي خلص، أنت روح على غرفة مرت عمه وضب لها غراضها وأنا شوي وبلحقك، ماشي حبيبي؟ يلا روح. طيب. بدي أسألك، قبل ما تتوفى مرت عمه حكت شي يعني ما صحيت من الغيبوبة أبدا؟ لا. انتي متأكدة من هذا الشيء؟ بجوز بآخر لحظاتها تكون صحيت وحكت لها شي كلمة، يعني بجوز بدها توصينا على شي شغلة، انتي متأكدة انه ما حكت شي أبدا؟ بليز تسكري منيح. أنا ما سمعت شي بنوب. انتي متأكدة من اللي عم تقولي؟ مرت عمو ما حكت شي وتوفت وهي بالغيبوبة ما؟ ايه. ميرسي حياتي. شو صدقوكي؟ والله ما بعرف يا دكتور، بس ضلت تسألني إذا فاقت قبل ما تتوفى ولا توفت وهي بالغيبوبة، بس أنا حكيت مثل ما فهمتني بالضبط. ولك أنا كم مرة نبهت عليكم بالمناوبات المسائية لازم تديروا بالكم منيح على المرضى، بس ما حدا بيرد علي. وإذا عرفت الحقيقة؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.